استي اسبيرانتيست سي لبسني المريول وتو استديست معناها يعني. وذي حاجه بالنسبه لي انا حاجه مصيره. خويا يهز التليفون في الليل قبل بالليل من الماتش ما يقوليش ماشي غدو ولا لا، يقول لي وقتاش نخرج غدو. تبدا نختار في اللبسه اللي نعرفها تربح. نتذكر وقت اللي ربحنا الماتش الكبير هذاك بالمريول هذاك وبالسريول هذاك، نبدا نلوج عليه خلي على شو ما نقول حد خليها بينه وبين روحي ونلبسه هو. بون ساعات تمشي ساعات ما تمشيش. هو كي تبدا تشجع ومعناها ومندمج مع الجمهور وتشم ريحه الفلام كي ترشق، فهمتني، تكون عندك انرجي تولي دوبل وتحس ان انت قاعد تعطي من عندك من قلبك من الانرجي نتاعك لجمعيتك. احنا ديجا كي نبداو مروحين وستاد تبدا رابح، امي تبدا يرحمها تبدا في بالها معناها تتفرج في التلفزه ولا جاي التليفون راهو ربحنا. تعرضنا بالعالم نتاع استاد في البركون، احنا غنيين من اللوطه وهي تغني من فوق. كي رابحين تبدا تغني لي وتزغرت، وكان نقصر التواسيني تقول لي نورمال المره الجايه ولا باس وستر ربي. الناس كل تحبها في الحومه في العائله برك الله دفينتها. قلت لي مركه البونت وجاي نحى مريول وجاي يجري، الناس فرحانه ونعيط يا نيس سلبس يا نيس سلبس خايف من الورقه فهمني. وبرا وقت عنده ورقه صفراء الاولى انا زر يدرى شكون بعدين قال لي وفيه فينال. جبت حتى من ناحيه المريول وندور الملعب التونسي في الستينات اخر تيتر هزيناه وقت طلعنا البوديوم بورقيبه خزر قال خي ديما يهزوا هذوما هذاك نهار وهذا نهار. شو معناها؟ معناها المنظومه كانت مقرره انه العاصمه ما تحتملش ثلاثه كبار، ما تحتملش الترجي والستاد والكلوب، لازم ينقص على الاقل واحد من الجمعيات هذوما. استاد تونيزيان 20 سنه بعد الاستقلال بلو تيتري كو ليسبيرونس، عندها تيتروات اكثر من الترجي الرياضي التونسي. من بعد نجي نغيبها دربي الصغير. رسالتي الاخيره للمسؤولين على كره القدم التونسيه، راكم خطيتكم الكوره، ارفعوا ايديكم على الكوره التونسيه. الكوره اعطيوها لما لها، اعطيوها لطارق، اعطيوها لحاتم الطرابلسي، اعطيوها للناس اللي متكونه في الكره، اعطيوها للناس اللي قاريه في لينابس اللي ماخذه شهيد وبطاله، خليهم يخدموا في الكره التونسيه. استاد تونيزيان جمهورها كبير في العمر على خاطر تاريخها قوي، على خاطر كانت ريال مدريد تونس قبل. شكون يهز مع استاد؟ وقت اللي كانت الكره كره، وقت اللي كان اللي يربح اللي يستحق يربح، شكون يهز مع استاد؟ حتى واحد. استاد تونيزيان مساله حياه اموت. فماش. ما تفرقنا عليها كان الموت. شقنا الخضرة وغيرها ما حبينا، هي عمري هي حياتي لاخر الدنيا. وعشقنا الخضرة غيرها ما حبينا، هي عمري حب حياتي لاخر الدنيا. شحال معاها تعبنا والله ما قلنا مرة.